بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا سيدي ومولاي أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله. إخوتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد الترحيب بكم في مسال هذا اللقاء من السلسلة المباركة الطيبة الزاكية، وهي التي تتحدث عن شذرات من حياة النبي في السيرة الهادية. اليوم مع جزئية ثالثة من عنوان التحديات والدعوة النبوية، عنوان هذا البحث حركة النفاق، حركة النفاق في المجتمع الإسلامي. صاحب هذه الأبحاث أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سمحت العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان. السلام عليكم. عليكم السلام، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا فيكم. يعني قد سمحتك، قد لا يكون الكثير أو السواد الأعظم من الناس لم يطلع على هذه الدقائق التي كانت موجودة في صميم المجتمع الإسلامي، أو حتى على الضفاف عند أهل الكتاب أو المشركين أو الكذا. جل ما في الأمر كان أن يعني قد يقتصر بأن النبي كان يواجه بعض الحركات من هنا وهناك، ولكن هذه التفاصيل مرعبة بمكان ما، بما كان يواجه النبي. الآن أردتم أن يكون الضوء مسلطا على الحدث بين ظهراني الأمة، حركة النفاق داخل المجتمع الإسلامي والتي سببت الكثير من الضغط على النبي وعلى المسلمين. بودي أنا والسادة المشاهدين أن نبحر معكم لنستزيد علما بحركة النفاق في المجتمع الإسلامي. أهلا وسهلا فيكم. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أولا، لا شك ولا ريب لدى أحد من المسلمين في أن هنالك ظاهرة اسمها ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد امتلأت آيات القرآن الكريم في مفاصل مهمة وحساسة في الحديث عن حركة النفاق وعن تأثيراتها في المجتمع الإسلامي ومفاعيلها وكيفية تعامل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على مستوى الشريعة وعلى مستوى الواقع الخارجي معه. نعم. أولا، يوجد إخبار قرآني صريح وواضح لا لبس فيه، وأخذت وتيرة النفاق حالة تصاعدية في المجتمع الإسلامي حتى باتوا يقولون شعاراتهم علنا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وانتهى بهم الأمر، حركة خطيرة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بحيث أنهم باتوا وجودا حزبيا من دون إعلان حزب رسمي، تحزبوا في نفاقهم إلى الحد الذي باتوا يقاطعون النبي وصلاة النبي في مسجده. توجد روايات عند المسلمين أن هنالك جماعة وليست بالقليلة في المجتمع الإسلامي وصلت إلى حد لا تذهب وتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وراءه، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرق بيوتهم بالنار. نعم. وطرح الأمر في الأبحاث الفقهية أيضا لدى كافة المسلمين. جميل. هنا وهناك، يعني مثلا نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أنا وجدت رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله قاطع أناس مسجده فهم أن يحرق بيوتهم بالنار لأنهم لا يحضرون مسجد النبي صلى الله عليه وآله. إذا نظر الإنسان لهذه بنظرة سطحية فردية قد يقول يكاد يقول بحرمة عدم حضور صلاة الجماعة مطلقا،
أنا الأمر مش هكذا. نعم. الأمر له علاقة ببنية وبيئة فكرية. نعم. إذا نظرنا إلى واقع المجتمع الإسلامي وأن المسجد كان كل شيء، يعني من لا يحضر المسجد لا يسمع الآيات النازلة. نعم. لا يسمع السنة النبوية. عدم حضوره يعني أنه غير مكترث، مع أن المسلم لابد أن يكون شغوفا يوما فيوما فيما يسمعه من آيات الوحي عندما تنزل. طبعا. وهي حج عليه. نعم. وهي تحويل لمساره. نعم. يعني مثلا من لم يكن يصوم في شهر رمضان عندما نزلت آية كتب عليكم الصيام لابد أن يصوم. جميل. من لم يكن يعمل العمل الفلاني كان يرى أن الابن المتبنى هو ابنه وتحرم عليه زوجته ويحل هو على زوجته وإلى ما هنالك، عندما نزل قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أو ما جعل أدعياءكم أبناءكم إلى آخره، لابد أن يحول مساره. هذه ظاهرة في المجتمع كانت موجودة تبني الأولاد، خصوصا أنه في المجتمع كان يوجد كثير من الأبناء لا تعرف آباؤهم قبل الإسلام نتيجة وجود ظاهرة تفشي الانحلال الخلقي في تلك المجتمعات. فمن لا يحضر إلى المسجد يعني هو بمثابة من يرفض الإسلام وإن أعلن أنه يتشهد الشهادة. فالقضية خطيرة إلى هالحد. لذلك النبي صلى الله عليه وآله هم أن يحرق بيوتهم بالنار، لأن ذولا نفسهم عندما صلوا بعودهم شيئا فشيئا أسسوا مسجدا. المبحث الفقهي بشو كان؟ المبحث الفقهي له علاقة بأنه نحن ما فينا نعمم هذا الأمر لغير خافي الموضوع. جميل. نعم. أي، وهذا له علاقة بمبنى فقهي ما بدي أدخل الآن. لا أنا بس المشاهد لأنه بيكون هناك شيء اسمه ظهور ألفاظ النص الديني. نعم. آيات وروايات، وهنالك شيء اسمه الظهور الموضوعي للنص، يعني الظرف الموضوعي الذي صدر فيه هذا النص. نعم. هذا ينسحب على كثير من الأمور من المحرمات أو الواجبات. نعم نعم. جيد. وقد أفاد جملة من عمالقة فقهائنا من الظرف الموضوعي للنص، فأفتوا بأن هنالك أحكام وإن كان ظاهرها اللفظي مطلق من حيث الأزمان والأوضاع، لكن لأنها صرفت في أوضاع خاصة استدعت هذا التدبير أو هذه اللهجة الخاصة أو معروفة الأحكام الولائية معروفة في الإسلام. ما بدي أدخل كثير لهالبحث، خصوصا أن البرنامج لا يسمح لنا بالتفصيل يعني، وقد شارفت الحلقات المعدة لهالملف، ملف الدعوة، السيرة النبوية في دعوته صلى الله عليه وآله على النهاية. المهم في هالمجال هؤلاء بلغ بهم الأمر أن يبنوا مسجدا، ومن وقاحتهم أن يطلبوا من النبي أن يأتي ويصلي فيه ليأخذوا الشرعية. غريب. في مقابل المسجد الذي أسس على التقوى، مسجد درار. ونزلت الآيات فيما يرتبط بهذا المجال. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. كفرا. شوف هذا درس للمسلمين. هم يتشهدون الشهادتين، لكن فعلهم هذا إذا بنقرأ قراءة سطحية تكثير المساجد. في مانع تكثر المساجد؟ أبدا. مو المدينة كفر عديد سكانها وإلى آخر في أواخر أيام يحتاجون إلى المسجد. فالمساجد وهم رفعوا هيك شعارات. نعم. قالوا هذا مسجد لأهل الكبار الشيوخ الذين لليلة ممطرة أو ليوم برد قارس، ورفعوا شعارات. القرآن صريح في الحقائق الدينية، ما في أي مدارات أو مواربة. والذين اتخذ للمناسبة مش بنوا فقط، اتخذ يعني هو نشاه لهذا الهدف. نعم. يعني كشف نواياهم. نعم. هذه مثل صورة معاكسة مقابلة لها، إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، عندما تجلت العبودية فيه ولتصنع على عيني اتخذه نبيا. جميل. واتخذه نبيا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه لما جمع ذلك كله لا قال إني جاعلك للناس. نعم. نعم.
والذين اتخذوا، أي عن سابق إصرار ووعي وتصميم، مسجدا ضرارا سمى مسجد ضرارة وكفرا. ضرار بمين؟ بالنبي وبأجلة صحابة وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله ومجتمع المسلمين اللي مع النبي. إذا ما في النبي بطريقة أولى ذولا بيعملوا مساجد كثيرة. صحيح. الآن القراءة الظاهرة للمسجد، المسجد مقدس شو ما كان ومن مين ما كان ولأي هدف نشئ. نعم. حتى لو كان تتلى فيه التوراة بدل القرآن. نعم. مسجد بالأخير. كلام سليم. والناس بتقول لك إيه مسجد، ويعدون هذا في فعال الخير لإنسان لا يمت إلى الدين بصلة. صح. حتى لو كان هدفه من المسجد الإضلال عن سبيل الله وتعاليم كتاب الله. نعم. نعم. الأمر ليس كذلك. مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. أغايته ضرار. كفر. ضرار فعال. ها. نعم. نعم. صيغة فعال يعني إضرار عظيم. نعم. وكفرا. يا أخي مسلم يبني مسجد بتقول عنه كافر أو بتقول فعله فعل الكافرين؟ الله ينزع الشرعية عنه. من يقولها غير الله عز وجل؟ أنا ما أدري إذا المجتمع لو قالها النبي ومش آية كانوا بيقبلوها منه. جميل. جميل. وتفريقا بين المؤمنين. الفتنة أشد من القاتل. والقاتل بحكم الكافر. نعم. وإرصادا. الله أكبر. هي الكلمة هون. وإرصادا. الإرصاد من الرصد. الرصد قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. طبعا. الراصد يترصد شيئا. حتى النبي الله بعث معه رصدا ليحفظ وحي الله. نعم. من أن يؤثر فيه أي مؤثر. نعم. أبدا. نعم. وهذا مو انتقاص من النبي صلى الله عليه وآله أبدا، ما حد يتصور النبي نقي الذات طاهر الله. لكن الله سبحانه وتعالى يؤيده بملائكته. نعم. بروح القدس وغير روح القدس. نعم. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني هم يترصدون المسلمين والمؤمنين باسم المسجدية. ها؟ نعم. باسم خدمة حرم الله عز وجل وبيت الله عز وجل. نعم. ليشوا بالإسلام وأهل الإسلام لأهل الكفر. إلى الحد بلغ الأمر أنه ظاهرة النفاق مو ظاهرة تقصير مثل ما البعض بينظر لها. نعم. ولا ظاهرة أناس والله مش حابين هالمدرسة الإسلامية بنروحوا لمدرسة إسلامية ثانية. لا. لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني لمن؟ للمشركين واليهود. مين اللي عم بحارب النبي؟ صحيح. عنصران الأساسية. نعم. ولا يحلفن، يقسموا بالشعار. إن أردنا إلا الحسنى. عم نبني لكم مسجد يا جماعة. نعم. الخير. نعم. ها؟ نعم. والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد إنهم لكاذبون. جاي كذب. طيب من وقاحتهم، هذه أهدافهم، بيجوا للنبي بيقولوا تعال افتتح لنا المسجد. صحيح. صلي فيه. ليش؟ ليصبغوا على أنفسهم الشرعية. بعد النبي صلى فيه. بالله عليك لو أن النبي صلى فيه مرة أخذ الشرعية على طول كل المسلمين، بعد في حدا يقول لهم مرة تصلوا بهالمسجد؟ بقول لك لو في إشكال ما كان صلى فيه النبي. صحيح. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وسلم. تكلم صحيح. ف لا تقم فيه أبدا. أمر إلهي. لا تنحرج من أحد لأنه مسجد. من تلقى الله عليه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. طبعا طبقت الآية على مسجد قباء. نعم. لكن هو مش هذه قاعدة كلية. قاعدة كلية. كل مسجد أسس لا يسمى مسجد إلا إذا أسس على التقوى. من أول يوم. أن تقوم فيه أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أحق هنا مش أفعل تفضيل مقابله باطل. نعم. يعني أحق أبطل هنا. نعم. نعم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الله. الله يحب المتطهرين. هذه إلماح أن أولئك اللي أسسوا المسجد الضرار لا يحبون التطهر ولا يريدونه. أي تطهر نوع منه؟ النفسي والفكري. تطهر الإيماني. إيماني. بكل لوازمه. جميل. طيب. إذا في تساؤل مشروح. تفضل. بعد ما في أحد يقول بعد آية الأعراب ومسجد الضرار ما في حدا
في المجتمع الإسلامي يقول ما في حركة نفاق ومتفاقمة صحيح ومخيفة صحيح. طيب إذا سألنا شو أسباب هذه الحركة؟ ما هي أسباب من وين نشأت الحركة؟ وكيف مشت وكيف صارت في الأمة والنبي كيف تعامل معها؟ نعم نعم. شو الظروف الموضوعية اللي حكمها؟ أنا في هالحلقة بدي أحاول أن ألملم أطراف أبحاث متعددة في بحث واحد. نعم إن شاء الله إن شاء الله. أولاً هنالك شريحة من الناس شُدهت بالإسلام، سمعت آيات الله، حتى المشركين اللي ما آمنوا كثير منهم عرفوا أن هذا له حلاوة ولحلاوته طلاوة وليد بن المغيرة معروف كلام طبعاً. وكثيرون حتى مو بس الإنس، الجن استمعوا وقالوا قرآنا عجبا، مو هيك؟ طبعا. طيب مش كل شرائح المجتمع صارت كذلك وكانت كذلك. عندما كثر العديد المؤمنين صارت البلد بلد إيمان، يثرب فيها مشكلان رئيسان، الأوس والخزرج. نعم. وفيها أناس أجناس، الكثير من الأوس والخزرج أسلم مع مصعب بن عمير وأسلموا، وإجا النبي هاجر إليهم طريدا. نعم. من مكة. نعم. مع المهاجرين المسلمين الأوائل، وبدأ النبي ينشر إسلامه في شريحة في المجتمع أساسا من الأساس ما آمنت ولا أسلمت. شيئا فشيئا صاروا هجينا في المجتمع. وبدأت تعاليم الإسلام تجي، خصوصا أن هؤلاء على الشرك، مش من أهل الكتاب اللي في بين النبي وبينهم وثائق. جميل. فذولا لابد أن يختاروا، إما بيرحلوا إلى مكة أو إلى الأعراب إلى البداوة، أو يتجانسوا دينيا، أو بيروحوا بصوروا أهل كتاب. جميل. بعد في هالمرحلة هكذا. أو أنهم بدي يتجانسوا مع بيئتهم ومجتمعهم. مصالحهم شو بتقتضي؟ أن يتشهدوا الشهادتين. تشهدوا الشهادتين ولم يسلموا. جميل. حكم في الظاهر عليهم بالإسلام لكن لم يسلموا في الباطن. هذه مشكلة كبيرة. هذا واحد من المؤثرات. جميل. ذولا بيئتهم الفكرية والثقافية كما تقدم في الحلقة السابقة وغيرها، هم من جهة بيئتهم الفكرية يهودية. نعم. عاداتهم تقاليدهم ولائهم النفسي شركي، وبدأ الإسلام يشق طريق وحمل هوية الإسلام. ظلوا ما أسلموا لفظ. أسلم لفظ نيسا. طيب إجت قريش تهاجم النبي صلى الله عليه وآله في بدر، تفضلوا يا مسلمين إلى الحرب، تفاقلوا، بدأ الامتحان. جميل جميل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم. شوف التعبير، مش تفاقل، ثاقلتم إلى الأرض. وأنتم على الأرض عمي، بلا ما تتثاقلوا، ما أنتم جريكم على الأرض. صحيح. طيب هؤلاء صاروا قناة للمشركين في داخل المجلس، الآية واضحة، إرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني بيت جاسوسية باسم المسجد. نعم نعم نعم. بقولوا لك مركز الغرب بأسس ببلداننا الإسلامية، البيت الثقافي الأمريكي، البيت الثقافي، وبعد شوية انتظر رح تشوف البيت الثقافي الإسرائيلي، البيت الثقافي المأري في بلاد المسلمين. اي واضح واضح. في أمهات بلاد المسلمين ذولا لا، البيت الثقافي هو المسجد، فقالوا لك بنأسس مسجد على طريقة. هذا الخطورة. نعم. طيب هؤلاء عندما بدأت حروب النبي تمشي تمشي تمشي، شو شغلتهم؟ ذولا في الباطن مشركون، تكوين الفكري والثقافي يهودي. يهودي، صلة وصل بين اليهود والمشركين جيدة، جاسوسية في داخل المجتمع الإسلامي، صد عن سبيل الله للمسلمين اللي بعدهم جديدوا عهدهم بالإسلام. نعم. عمي انتوا وين رايحين؟ وين رايحين؟ رايحين هذا محمد يريد قتلكم، انتوا كلكم كم واحد؟ قديش مجتمع المدينة؟ اليهود بكلهم وكليلهم، وقريش وعليائها، وبداوة الصحراء والأعراب، بدأوا يثيرون الفتن والقلاقل والبلابل في المجتمع الإسلامي، المنافقون. طيب النبي صلى الله عليه وآله يعلم ويعي هذا جيدا،
حركتهم التفصيلية الآية تقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مو منافقون مردوا مردة مردة الشياطين كبار مردوا على النفاق مو منافقين عاديين لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة نعم ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني مرتين قبل يوم قبل ما بعد يوم القيامة نعم كأن المقصود تعذيبهم في الدنيا وتعذيبهم يوم القيامة ثم تعذيبهم في الآخرة مو مهم أو تعذيبهم في البرزخ مو مهم بس هذا فيه بحث تفسيري أنا مش بصدده فعلا وفي منهم قلة قليلة تابوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا مش عم يحكي عن السيئات العادية اللي بيمارسها أي مؤمن عادي يعتريه شيطان من إبليس عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم جاي دول اللي تابوا امتحنهم يا رسول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم إذا هم واقعا مؤمنين بيدفعوا أموال إذا واقعا مؤمنين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ما بيتثقلوا إلى الأرض هروح أفاصل لكن أحد الأبحاث ببدأ هذول حركة مرضى القلوب اللي هي رديف المنافقين فيك تقول يهود مشركون منافقون مرضى قلوب ومؤمنون صالحون الله عين قلب النبي هذا مجتمع صلوات الله عليه مرضى القلوب في عديد المسلمين المنافقون في عديد المسلمين والمخلصون المؤمنون في عديد المسلمين الله يعني وهذا مجتمع يريد النبي أن يديره وهو من أول تشكيل نواته حرب ضروس يراد لها أن تستأصل الشأفة وحلك النجم أعان الله قلبه صلوات الله عليه وآله محطة ثم نعود إلى متابعة هذه الحلقة التحديات والدعوة النبوية في جزئية ثالثة حركة النفاق في المجتمع الإسلامي هذا بحث قيم لأستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سمح العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان نعود بعد قليل السلام عليكم روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إني لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأما المشرك فيخزيه الله ويقمعه بشركه ولكني أخاف عليكم كل منافق حلو اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون ليس به خفاء أهلا بكم السلام عليكم التحديات والدعوة النبوية جزئية ثالثة حركة النفاق في المجتمع الإسلامي ضيفنا أستاذنا أستاذ الدراسة العليا في الحوزة العلمية سمعت العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان ما أشوقنا أن نستمع إلى ما فعل هؤلاء كيف رصده النبي المشهدية واضحة نعم الأسباب واضحة نعم. النبي صلى الله عليه وآله يعيش في مجتمع هجين واضح. وأنا تحدثت عنه سابقا فيه هؤلاء فيه ضعفة الإيمان فيه مرضى القلوب اللي هم ضعفة الإيمان نعم. فيه أناس يفدون شيئا فشيئا إلى البلد الإسلامي مسلمون وغير مسلمين نعم. مسلمون وغير مسلمين نعم. نعم. يفيدون إلى داخل المجتمع هالمجتمع أهل الشرك واليهود يريدون استئصال شأفته إلى أن جمعوا كل جمعهم في وقعة الأحزاب الشهيرة المعروفة نعم نعم ماذا يفعل النبي إذا بده ينظف داخليا مردة النفاق ذولا يقتلهم مثلا بيستحقوا القتل قطعا واضح. بالمبدأ التشريع العريض واضح. هؤلاء من أبرز المفسدين في الأرض أبرز عناوين الفساد والإفساد وكان في دعوات من قبل بعض الصحابة أنه يقتلهم أنه النبي يقتلهم يقتل رأسهم عبد الله بن أبي إلى آخره
لكن ذولا يا أخي بالظاهر في غالب الأوقات بيجوا للمسجد في كذا مدة قطعوا المسجد وصار اللي صار اللي تحدثت عنه في بدايتها، والنبي هددهم بحرق بيوتهم بعد ما بي ما بي لا يجدون أعصابا صح التعبير للقطيعة، يعني في خطط النبي واجهها بشكل قاطع لأنها فيها قطع حساب صح التعبير. جميل جميل. خطة المسجد، خطة قطيعة مسجد النبي صلى الله عليه وآله آخر في أمور. طيب النبي إذا بده يقاتلهم يبدأ شق في داخل المجتمع الإسلامي، والمشركون يريدون استئصال الشعفة، واليهود يترصد، شو بصير بالله عليك؟ ثم الخطير إنه الوجود المنافق مو وجود منحاز بالكامل، يعني قد تجد عائلة ربت البيت مؤمنة صالحة. جميل. الأولاد فيهم واحد اثنين صالحين. البي مشرك. والبي وولد من الأولاد مشرك. مش مشرك، لا منافق. مسلم يعني. أعتذر. شاهد شاهد. بالله عليك شو بده يعمل هذا؟ مشكلة. يعني شو بصير فرط عقد العائلة؟ فرط عقد المجتمع، كأنه عم بيصد ناس مؤمنين عن سبيل الله بسبب قتل آبائهم. نعم نعم نعم. ها؟ نعم. طيب شو بيعمل النبي صلى الله عليه وآله؟ لا سبيل له إلا أن يقف منهم موقف حاسم في الأمور الدينية الحاسمة، مثل قصة مسجد ضرار ومقاطعة المسجد. أن يقف في وجه دعايتهم بدعاية، أن يقف في وجه ترصدهم بالمؤمنين وإرسال الأخبار بحركة أمنية. جميل. جعل على منافذ المدينة عيون من يدخل ومن يخرج. جميل. يفتش الخارج إذا كان من المنافقين إذا معه شيء. جميل. إرصاد بالصيغة النبوية. إرصاد بإرصاد. واضحة. أحسن. جميل. أما أن تصل القصة أقتلهم، يقولون محمد يقتل أصحابه، هذا كان شعار النبي. نعم. أتريدون أن يقال بأن محمد يقتل أصحابه؟ نعم. طيب لأن ذولا بالمنظر العام مسلمون ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وعلي. صحيح. مش هذا تشريف لهم، بئس الأصحاب هؤلاء. صحيح. المنافقون بإجماع المسلمين. نعم نعم. لكن على كل حال هذا سيثير كأني أساعد المشركين واليهود على القضاء على النبي والمجتمع الإسلامي. جميل. فشو بده يعمل النبي؟ صلى الله عليه. في الحقائق الدينية وقف، إجراءات أمنية مشددة. جميل. مراقبة حركتهم. في وقعة الأحزاب النبي كان يخلي مراقبين عليهم. نعم نعم. ومع ذلك كانوا يتسللون إلى بني قريظة وغيرها وغيرها. نعم نعم نعم. وحاول يفرغ المجتمع الإسلامي في المدينة في وقعة الأحزاب. نعم. خلوا يأخذوا عوائل تروح إلى الأعراب. روحوا. قضية منتهية. الله يعين قلب النبي. الله يعين. طيب. صلوات الله عليه وآله. فلم يجد النبي صلى الله عليه إلا أن يتألف المسلمين العاديين من ضعفة القلوب من مرضى القلوب أيضا. نعم. ويحاصر المنافقين حتى يقل تأثيرهم مهما أمكن في هؤلاء المسلمين. وهذا كان الحل الأنسب في ذلك. طيب. الوقت. طيب. ارتباطهم باليهود في آيات صريحة وواضحة في ذلك. نعم. من هذه الآيات مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. المؤمنون العاديون الحقيقيون أو العاديون. نعم. بيتخذوهم أولياء لليهود والنصارى؟ قطعا لا. من يتخذ الكذب. مرضى القلوب والمنافقون. نعم. إسا بتشوف. نعم. طبعا مرضى القلوب قد يطلق ويراد منه عنوان أعام يشمل المنافقين وغير المنافقين. صحيح. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يهودي انتهى. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ليش عد النصارى مع اليهود مع أنه النصارى ما كان بشكل خطورة؟ صحيح. يعني هذا مبدأ عام. جميل. في العقيدة عقيدتنا فيها قطع حساب معهم. بدخل. في المواطنة إيه؟ منهم قسيسين ورهبان ولا يستكبرون وترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. جميل. جيد. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. غريب. ببرر وتبرير. غريب. فعصى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. مش على ما يقولون. نعم. على ما أسروا في أنفسهم. نعم. يعني ما يسرونه في أنفسهم غير ما يقولونه لكم من خشية الدائرة. نعم. هم يريدون الدائرة. نعم. ويعملون لها. نعم. ويريدون تحققها على أرض الواقع. نعم. نعم. يعني هم جواسيس الأعداء في وسطكم. نعم. مشركون باسم المسلمين، يهود باسم المسلمين. نعم. هؤلاء هكذا. فيصبح على ما أسروا في أنفسهم. يعني إذا فتح الله لرسوله وانقطع دابر الدائرة يكونون نادمين هؤلاء غير فرحين. ما أكذبهم.
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ شو بيحكم عليهم الله؟ حبطت أعمالهم. يعني ذولا إذا شايفينهم صلين صايمين ذولا لا شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء. الله الله. في آية أخرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ده الله أكبر. آه؟ الله أكبر. شو الهباء؟ الله سبحان الله سبحان الله. جيد، هذا الموقف الديني بشكل صريح وواضح منهم في الأثناء. أما مشاهدهم كثيرة جدا، إذا بدنا نختصر لأن ما عندي نية أكثر من هالحلقة ما ممكن بعد، مضطرون للاختصار. بلغت القمة معهم إنه النبي صلى الله عليه وآله أبقاه مسلمين في الظهر. مولانا يضطر النبي يصلي على عبد الله بن أبي حتى يتألف المسلمين المحيط، مش جميع المسلمين، المحيط اللي هم بدوا النبي يتوسل فيهم خيرا. مع أنه عبد الله بن أبي زعيم المنافقين من مزدوجان، بس معلومة لا يقال البعض أشكال أنه هذا النبي وما هو صلى الله عليه وسلم صلى على من تقولون في ضرورات يا أخي. كما أن عليا عليه السلام عندما تسلم مقاليد الحكم أبقى شريحا قاضيا ثم أفتى بقتل الحسين عليه السلام، لكن أبقاه قاضي وشرط عليه أن لا ينفذ قضاء إلا بعد مراجعته. يعني أفرغه. ليش؟ لأن المجتمع الذي يحكمه علي عليه السلام ليس تربية علوية. صحيح. لا يستطيع علي أن يبدل كل أركانه. نعم. ولا وصلاة النبي على ابن أبي عبد الله بن أبي لم تعطيه مشروعية أبدا، ولا رحمة ولا شيئا. البعض حاول يعني أنا أسميها صلاة سياسية لتأليف ضعفة القلوب من المسلمين. لأن هذا يتشهد الشهرتين، كيف تدفنوا بدون صلاة؟ أنا ولا يجوز. جميل جميل. دفن المسلم بدون صلاة جميل جميل. إلى أن بلغت المواجهة القمة. وين بلغت القمة؟ بعد وقعة الأحزاب بين النبي والمنافقين. أنهى الله سبحانه وتعالى التحدي الأعظم للمسلمين في وقعة الخندق، وقعة الأحزاب. نعم. وبرز المنافقين بروزا عظيما. انتهى بعد. جميل. وصاروا بدأوا يشكلون وجود منحاز في الأمة، شرخ الأمة. نعم نعم. فنزل قوله تعالى المقصود به سورة المنافقون، سورة القرآن تتلى إلى يومك هذا وتقض مضاجع المنافقين إلى يومنا هذا. أبدا. شوف، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لرسول الله، والله يشهد، والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أنهم يقولون رسول الله، هذه مقولة حقة. نعم. كاذبون في أن هذا هو خبيئتهم، هذا هو من عقدت عليه قلوبهم. اتخذوا أيمانهم جنة، بيحلفوا بالله. أكثر الناس حلف بالله دولة، لأنه أكثر الناس اضطرارا للحلف، يغطوا أفعالهم بحلفهم. تبرير. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. ثم كفروا. أنا لما بقول لا يصلى على أحد من الصلاة السياسية صريح القرآن. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الله. إذا واحد مطبوع على قلبه كيف بده يفقه؟ إذا واحد مسدود ملعوم مغلق ينزل الطعام والشراب إلى معدته؟ لا لا جوفه. لا. فإذا القلب نفس الشيء في المعنويات، الغذاء الروحي والمعنوي. نعم. إذا القلب طبع عليه هذا لو فيه خير ما رجع إلى الكفر. نعم. طب هما يعلنون الإسلام يقولون نشهد إنك لرسول الله، وإنت تقول كفار. يا أخي أنت عديدك قليل، ما بدك عديد؟ قل لا عديد من هذا ما بدي. هذا ولا أوضعوا خلالكم. نعم. ها. نعم. وإذا رأيتهم، طبعا هذه إياك يعني واسمع يا جار. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. مو النبي مو خفيف لهالحد والعياذ بالله. النبي أثقل من عليها من الأولين والآخرين في العلم والمعنى. طبعا جيد، هذه على قاعدة إياك يعني واسمع يا جار، أنه المسلمين يعجبون بهم، مفتوح العضلات كذا، بس ما في قيمة.
ما في قيمة، كأنهم خشب مسند. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني الخشبة خشبة بحر. سبحان الله، كل خشبة جيب لي وعاء من الماء. لا تعقل شيئا، خشبة. نعم. ولا تفعل، ولا تفعل أي طبعا. يحسبون كل صيحة عليهم، هذه سهلة. يحسبون كل صيحة عليهم، يقوى النبي كأنهم هم اللي عم يضعفوا. يحارب النبي الكفار والمشركين، هم بيخافوا، هم العدو. يتأسس لأهل الدين كيان، يتأذوا، يخافوا، يسارعون في أهل الكفر. نعم. ويعملون اتفاقيات معهم. نعم نعم نعم، الزمن دائما يكرر نفسه. الله، سبحان الله. سنن حاكمة، دعنا الصراع إلى الآن، إسلام محمدي. نعم. وإسلام شركي، وإسلام يهودي، وإسلام يهودي، وإسلام وإسلام إلى آخره. هم العدو فاحذرهم. هم العدو، مو هم عدو، هم العدو، هم العدو. دول أعدى أعدائك يا رسول الله، أعدى من المشركين وأعدى من اليهود. سبحان الله، هم العدو. لأن من في أعدى؟ خلينا نشرح. نعم. في المشركون واليهود. نعم. فعلا في الجزيرة، إذا قلنا بصيغة الحصر، هم العدو. هذا صيغة في اللغة العربية معروفة. نعم. يعني لا تحسبن غيرهم عدو وهم ليسوا أعداء، عداوتهم أعظم من عداوة غيرهم. فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يعني تعالوا صيغهم مؤمنين، واللي مضى من أفعالكم وأقوالكم رسول يستغفر لكم. لووا رؤوسهم، رأيتهم يصدون يسخرون حتى من استغفار النبي، يستكبروا عن هذا الأمر، يستنكفون. هذه حالة لشخص وشخصين؟ لا، حالة سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لأن هم فاسقين إذا اهتدوا لا بيغفر لهم. هم الذين يقولون، هذه الحرب الاقتصادية، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. صريحا. نعم. فتحوا على حسابهم. نعم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين. رسالة ذات اتجاهين لهم ولضعفة المؤمنين. لا يعلم. ليه بيتأثروا بهذا؟ بننفق أموالنا ثم بعد ذلك تستأصل شأفتنا؟ لا يكون ذلك. الله يقول أنا أمده بخزائني كما مددته في بدر وفي أحد وفي حنين وفي الأحزاب. يقولون لئن رجعنا، يقولون مو واحد، إذا الناس بتقول لك بس عبد الله بن أبي، مجتمع صريح القرآن، يقولون بيئة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله، يعني مولانا واحد بيرفع هيك شعار، يعني بيقول لك أنا نصف المدينة. غريب. هذا يعني وجود كمية وازن طبعاً من حيث العديد طبعاً، وغير وازن من حيث المعنى. نعم. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لا يفقهون، طبيعي صاروا لا يعلمون. من أين لهم العلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتأثروا بذول، إياكم بتصيروا في خط مرضى القلب وبعد ذلك نفاق. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا لمجتمع الجهاد، لمجتمع التضحية، لمجتمع الوفاء، لمجتمع الولاء لمحمد محمد صلى الله عليه وآله. إنه قد يتأثروا، ما بيصيروا منافقين، لكن بيشحوا بأموالهم. جميل. في سبيل الجهاد والمجاهدين. نعم. في سبيل بنية المجتمع الإسلامي. نعم. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أساس جهادكم ذكركم لله عز وجل. لذلك ورد في آيات الجهاد فاذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الحين تخسروا أنفسكم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، لأنه إذا مات شو عاد يفيد هذا كله، إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. هذه حركة النفاق، أني أعطيت صورة عامة عنها. هذه الحركة عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع بكل ألم أقول أن يقتلعها من جذورها، بل كانت في حركة تصاعدية.
إذا ربطنا بين هذا وبين الحركة الثقافية اللي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية مع اليهود، مع اليهود والذين أشركوا، إذا تقاطعوا طبيعي صارت أخطر من الخطر في المجتمع الإسلامي. جميل، نعم نعم. وتحول المجتمع الإسلامي من مجتمع القيم ومجتمع حرب القيم إلى مجتمع خليط هجين، خصوصا بعد فتح مكة. لأن عندما فتحت مكة دخل أكثر حدود 80% من الذين دخلوا في الإسلام في العام عام ونصف الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتهم كل الألوان في دين الله أفواج. طيب يدخلون، بس ذولا كيف دخلوا؟ ليش دخلوا؟ يعني أهل مكة بدلوا جلودهم؟ لا. إذا بدلوا جلودهم بدلوا قلوبهم؟ زيد. لذلك صار في خطورة عظيمة في المجتمع الإسلامي. نعم. هذه الخطورة ما كان يمكن حلها إلا بأن يتولى نفس النبي صلى الله عليه وآله الأمر. نعم. والنبي هيأ لهذا. نعم. وسأختم هذا البرنامج بحلقة عن هالموضوع إن شاء الله. نعم. لكن لم يحدث هذا، لذلك حركة النفاق بقيت حركة تصاعدية، وصار يغذيها الفكر والثقافة اليهودية بشكل علني في المجتمع الإسلامي. يا إله يا إله. وانتشرت الطامة الكبرى حتى صار ولاة في المجتمع الإسلامي يشربون الخمر علنا، يحضرون إلى صلاة الصبح وهم ثمالة. نعم. ويصلي بالناس 3-4 ركعات ويلتفت إليهم ويقول هل أزيدكم؟ هل أزيدكم؟ معروفة هذه طبعاً. مسلمات المسلمين جميعا هذه طبعاً. في التاريخ طبعاً طبعاً. وصاروا يختلفوا المسلمين أن هذا من قيمة عليه الحاج والله ما من قيمة عليه الحاج. وثارت ثائرة الصحابي الجليل أبي ذر. ولنا أن كل ما قرأت هذه توجعك تحز في قلبي، إنه أبو ذر بعد ما أبعد إلى الشام ورجع للمدينة شاف مظاهر جديدة بالمدينة غريبة عجيبة، قال والله لو جاء محمد لأنكركم، ما كان عرف أنكم أنتم أصحابه، أنتم اللي كنتوا معه بدء وحنين وأحد وغيرها، هيك صارت عاداتكم، هي صارت اهتماماتكم، بس فلوس وأموال وزخارف وزبارج وإلى آخره، هذا دينكم. نعم. هيك صار الدين. هذه مشكلة أبو ذر. نعم. مشكلة أبو ذر هي هذه، أنه ثار على تغيير الفرائض والسنن. نعم نعم. مو مثل ما بعض الناس بيصوروا أبا ذر الجليل رضوان الله عليه أنه رجل غوغائي في المجتمع ما قدروا يتحملوه. أبو ذر ثار لحرمة وكرامة كتاب الله وشخصية وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وآله. نعم نعم. لذلك لم يحتمله المجتمع، لفظه إلى الربذة. هذا واقع. نعم. المنافقين بالمجتمع وأخذ حركة تصاعدية في المجتمع، وهم حركة خطيرة لما وصل الأمر فيهم إنه بيرفعوا شعار إذا رجعوا على المدينة بيخرجوا الأذل يعني النبي والمسلمين إلى هالمستوى. دول كم صاروا معتدين بأنفسهم؟ أي صح. لما بيأسسوا كيان لهم مسجد، يعني كيان مسجد هو بيت الحكومة شوي طبعاً، منبر إعلامي كل شيء كل شيء كل شيء، دعوة للحرب في المسجد، ثقافة بيفتح على حسابهم كل شيء ويدرسوا التوراة. لكن هم للأسف الشديد بالموازين الدنيوية في تلك الحقبة لم يخسروا الجولة، استمروا وصارت التوراة تدرس في بيئة المسلمين، وصار اللي بيعرف التوراة أكثر أفقه العرب، وصار 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 هذه تواشجت حركة اليهود والإسرائيليات مع حركة المنافقين وأخذت في مدها، وهذا من أعظم ما أسس للانحراف الفكري الديني وللعادات والتقاليد السيئة الدخيلة. نعم. على بيئة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى مجتمع رسول الله وعلى مجتمع الإسلام ومجتمع القرآن الكريم كما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وآله، فأنتج هذا المعنى في المجتمع. لكن الإسلام أساس الإسلام لم يقف عند هذا الحد، أصيب بمشاكل ونكسات، لكنه بقي أساس الإسلام بحفظ الله محفوظا وتضحيات أهله الحقيقيين الثقل مستمرا. لننظر ما الذي سيحدث بعد صلوات الله عليه وسلم. وأوفر الشكر سمحتك على هذا البحث القيم. حلقتين أو تقريبا عن التأثير والتحدث دول برنامجين.
الحلقة السابقة وهذه الحلقة طبعا بلا شك، لكن بهذا المقدار نستطيع فعلا. التلفاز يفرض نفسه علينا ليس كتأليف الكتاب، ولك على النبي الأجر والثواب إن شاء الله. شكرا لك سمحت الشيخ. أعزائي المشاهدين، الجزئية الثالثة من التحديات والدعوة النبوية كانت عن حركة النفاق في المجتمع الإسلامي. صاحب هذا البحث أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان، سماحته فريق العمل المخرج، وأنا كل نشكر حسن متابعتكم. بأمان الله وحفظه. السلام عليكم.